فريد البياضي. شكرا سيادة الرئيس. اولا انا يعني ما فيش بقدرش اعترض على اي قانون فيه زياده لاعضاء المهن الطبيه، وانا بتشرف ان انا بنتمي لهذه المهنه، وهذه الزياده غير كافيه في وسط الغلاء الاسعار اللي احنا فيه. وماذا عن الغير مخاطبين بهذا القانون؟ يعني القانون ادى للعاملين في وزاره الصحه، طب في قطاع الاعمال في اطباء في قطاع الاعمال ما زالوا بياخدوا بدل المخاطر او مش بياخدوا بدل المخاطر، ومش هيتطبق عليهم هذه الزيادات. النهارده الحكومه جايه بتتكلم في زيادات في ارقام في معاشات في رفع حد ادنى، الكلام شكله حلو، لكن اللي بيحصل ان احنا بنزود التضخم اكتر. النهارده لما ارفع المرتب 50% جميل جدا، بس في المقابل الاسعار بتزيد 200%. الاهم من زياده المرتبات ورفع الحد الادنى ان انا عندي اقتصاد صح. احنا من 3 سنين وقفنا وقلنا الحكومه دي ماشيه غلط، مودينا في سكه غلط، بزيد من الديون اللي عمالين يتوسع فيها، في تضخم اكتر، كل يوم الاسعار بتزيد. اهم من ارفع المرتبات ان انزل الاسعار. الحكومه ماشيه غلط ومصممه تمشي غلط ومش عايزه تسمع عشان ترجع صح. المجتمع بيقول لهم غلط، الخبراء بيقولوا غلط، المؤسسات الدوليه بتقول ماشيين غلط، احنا وقفنا وقلنا ماشيين غلط. ليه الحكومه مصممه لغايه النهارده تمشي في نفس الاتجاه، تدفع تطبع فلوس تزود التضخم والمواطن بيصوت، المستشفيات مش لاقيه ادويه، الناس مش لاقيه مستلزمات، في مستشفيات وقفت العمليات الجراحيه عشان مش لاقيه مستلزمات. الاهم ان احنا ندرك الخطا فين. الحكومه دي لازم تيجي النهارده وتعلن استقالتها، دي لازم تتحاكم على اللي هي عملته فينا. اللي بيحصل ده مش كفايه، دي مسكنات مسكنات وهتجيب اعراض جانبيه كمان، مش بس مسكنات. لازم الحكومه يا ريس يجي رئيس الوزراء يعلن مسؤوليته عن اللي حصل، عن الوضع الاقتصادي المزري اللي احنا وصلنا فيه، تعلن مسؤوليتها وتتحاسب على الكلام ده. شكرا يا ريس. شكرا ست